فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخثعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه السلام: حجي عنه. هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساسه جاء جواب. فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات، أولها أنه شيخ كبير ثان، لازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل، يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام، فإنه يميل ويقع على الأرض فيموت. وقد أدركته فريضة الله الحج، أي فرض الحج يوم فرض، وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال، ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته. فلا يقاس ولا يلحق به الرجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج إطلاقا، سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشرائه لأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا، فليس له عذر في تأخير الحج، ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا ولا عذر له كما ذكرنا. وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا، في سبيل ماذا؟ في سبيل تجارته وفي سبيل توسيع أمواله، ثم يموت ويكون خلف أموال كثيرة، وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته، فقد ورثوا ماله، فيخرجون 2000 أو 3000 ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما. هذه حجة بدل عن أبينا، لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا، لا الذي حج حجة البدل ولا الذي حج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا، لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة الذكر بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج، كفرا قلبيا اعتقاديا، يمكن أن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة، ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج. وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم زعم حج ثم ندم على حجته، وهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه، لأن وجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين، لأنها مظاهر وثنية كتقبيل الحجر الأسود مثلا، ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو
نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام. فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن أن تصوره ليس كافرا بالحج ولكن متسائلا فيه، فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيد هذه الحجة؟ هو مات كما قلنا فاسقا. والحج كالصلاة، إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا، والمقصود تزكية نفس القائم لطاعة الله. فهذا مات ولم تتزكى نفسه بالحج لأنه لم يحج، ولم تتزكى نفسه ولو حج الناس جميعا عنه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه. إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا، فلا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين وجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم بالدنيا. المرأة الخزعمية وصفت زوجها بأوصاف ووصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب أن لا يحج. فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه. هذه صورة من صور حجة البدل المشروعة. صورة ثانية النوعية نفسها، إنسان ما حج حتى أشرف على الموت بمرض ألم به فندم على تقصيره فكلف إنسانا أن يحج عنه وأعطاه النفقة، فهذا يحج عنه لأنه يستدرك في آخر حياته ما فاته، فهو لا يزال في دائرة التكليف، وليس كذلك بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي أوصى أن يحج عنه يحج عنه، وهذا نوع من حجة البدل المشروعة.